رجعنا نتواصل من جديد مع كل مشاهدينا في كل مكان في صباح الشروق، ساعتنا الثانية من البرنامج. والمشكلات في الحياة كبيرة جدا وكثيرة جدا، وأي مشكلة عندها حل، ما في مشكلة ما عندها حل، خاصة المشكلات الطبية، مشكلات الأمراض ومشكلات النفسية. غير الطب تطور وقدر وصل لحلول فعلية وجذرية. كانت الحاجة في يوم من الأيام هي يوم الاختراع، وكانت الأفكار الإيجابية والتفاؤلية هي برضو سبب في نجاح كثير من المشكلات وحل كثير من المشكلات. واحدة من المشكلات اللي بيعانوا منها عدد من الناس خصيصا في السودان الأشخاص أو الشباب اللي بيعانوا من ضعف السمع. ضعف السمع بالنسبة لهم كان مشكلة، والمشكلة كانت قصب عنهم ما بإرادتهم. في اللي تولد بها من هو صغير تولد بها، في اللي بيكون عيب خلقي وغيرها من الأشياء، لكن في النهاية مشكلة عندها حل في يوم من الأيام. المجتمع محتاج إنه يتعامل معاهم عادي جدا، هم ما بيعانوا من مشكلة، هي مشكلة بسيطة وما بيعانوا من حاجة كبيرة، وإنما هي مشكلة بسيطة وصغيرة. ضعف في السمع، سماعة بتحل المشكلة، قد ما يقدر تحصل على السماعة نسبة لأن هي سعرها باهظ الثمن يعني غالية جدا، لكن في نفس الوقت ما معناه إنه المجتمع يتنمر علي عشان أنا سمعي ضعيف، لا، المجتمع ما من حقه يتنمر علي، المجتمع يتعامل معي زي أي إنسان تاني. فدي اليوم عايزين نتكلم عن مبادرة واحدة، مبادرة شبابية جديدة بالنسبة لشاب سوداني اسمه ياسين عبد الوهاب. هو طالب بيعاني من ضعف السمع، يرتدي سماعة بيسمع كويس، ما عنده أي مشكلة، بتواصل كويس جدا مع كل الناس، إلا إنه غيره من ضعاف السمع ما قادر يتواصلوا مع الآخرين. المجتمع بيعاني من شوية إنه ما واعي تجاه هذه المشكلة تحديدا. عايزين نتكلم عن المشكلة، أسبابها، حلولها وغيرها مع الشاب ياسين عبد الوهاب، طالب اللي أسس مبادرة الشباب السوداني، مبادرة بعنوان متفائلين. ياسين إزيك؟ اهلا مرحبا بكم، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. كيف كويس؟ اهلا وسهلا، مبسوطين انك تكون معنا صباحا، وكمان باكثر جراء انك تقدم الاسباب اللي خلتكم انتم تنشئوا هذه المبادره. شنو ابرز الاسباب اللي خلت ياسين وغيره من الشباب ياسسوا المبادره دي؟ انا يعني كياسين اول من يعني الضعف ده من زمان، يعني انا حسيت انه في حيكون في ناس زيي طبعا، وانا زول واعي ومثقف كده، قلت اكيد طبعا الناس دول محتاجين مساعده ودعم معنوي، ده مادي حيكون. فأنا قلت ما حكون براي أكيد طبعا في السودان، ما حكون صح. أنا براي لابس سماعات يعني، نعم. غيري حيكون لابس. فأنا طوال اتجهت لوسائل التواصل الاجتماعي، فنشرت في الفيسبوك، كان الناس بيلبسوا نشرت شنو؟ سماعاتي صورة سماعاتي ذاتية. إنه أرشدوني اليوم وروني اليوم، الناس بيلبسوا سماعات دي أو تاقوم بالدارج. نعم تاقوم وجوك؟ اي تاقوم وجوك. طيب دي مبادره حلوه وجميله، لكن في سبب للحاجه دي. السبب الاساسي اللي خلاك انك تطلق مبادره زي دي على الفيسبوك وتلقى مجموعه من الناس اللي برضو من ضعاف السمع، ومع بعض كلكم شكلتوا جروب على الواتساب وعلى الفيسبوك وبقيتوا متواصلين. شنو الدافع اللي كان اول خلاك تعمل المبادره دي؟ والله الدافع اني اطلب، بحب الخير لي ولغيري، عشان كده شايفه دافع مغني على نفسه بالنسبه لك. اي يعني ما نقدر نقول التنمر كان سبب برضو انه انت يعني تعرضتوا لتنمر وانتوا صغار في المدرسه وغيره؟ ممكن برضو، لكن ده حاجه ثانيه، الحاجه الاساسيه انه نحن لازم نتكاتف نجيب مع بعض. نعم، عشان طيب. تلقوا حل. بدنا نلقى حل. جميل، نمشي للمجتمع طبعا ونظره المجتمع، يعني قد يصف ضعاف السمع بانهم معاقين، لكن الاعاقه عندها تفاصيل مختلفه، والاعاقه هي ما عقبة بتجيب أمام الواحد، تمام؟ فعايزين نشوف نظرة المجتمع كانت كيف، وده السبب اللي خلاك أنت أصلاً تنشئ هذه المبادرة وتكون على أرض الواقع. يلا إنه نظرة المجتمع إنه الناس لازم تحاول تتقبلنا، نحن أغلبية الناس بيفهموا كلمة إعاقة دي شل في الحركة. حسي نحن بس ما مشلول، والإعاقة دي بتشمل حياة تانية، يعني مثلاً النظر على سمع على إعاقة ذهنية، إعاقة بتشمل حياة تانية كثيرة، ما شرط سمع. والاخص بالنسبه للناس اللي بيلبسوا سماعات ديل كلمه اعاقه شايفينها لهم يعني شتيمه. يعني حصلت لك مواقف زي دي؟ حصلت كثير. فانا بتجاوز، يعني ما من الناس اللي بنفعل او بكورك او بتشاكل، بتجاوز الموضوع عادي يعني. نعم زي حي عادي. نعم في النهايه مشكله بسيطه وعاديه، ونرجع نقول ان الاعاقه ما شتيمه، بالعكس الاعاقه ما هي اعاقه الجسد او السمع او انك انت ما بتشوف اعمى او غيره او كفيف، الاعاقه هي اعاقه العقل. احنا طالما عقلنا واعي ونقدر نفهم، نقدر نميز، نقدر نتعامل مع الناس بصوره عاديه طبيعيه، معنا احنا اشخاص غير معاقين، وانتم اشخاص شايفين نفسكم عاديين جدا، فبالتالي المفروض المجتمع يتعامل معاكم بصوره عاديه، لانه الان في تواصل
التواصل ما بيني وبينك، لكن خلينا نتكلم عن الوسائل اللي انتم هتستخدموها في التوعيه، توعيه المجتمع بهذه المشكله تحديدا. اهم الوسائل اول حاجه اللي هي السوشيال ميديا. ننشر السوشيال ميديا فيديوهات توصل انه نحن نوصل صوتنا للمجتمع عشان يتقبلنا. وثاني حاجه الوسائل انه نحاول نحن نعمل باحثين نفسيين في الجامعات وفي المدارس. الباحثين دول مشكله الشغله بتاعتهم انه يوصلوا المعلومه اللي باقي الطلب انه يخش في الطالب مثلا اللي عنده ضعف بتاع سمع عشان يتفاهم معاه يقوى دول اجتماعي. انا اغلبيه الناس ضعف السمع بيكون ناس ما اجتماعيين، يخاف يخش في المجتمع عشان ما يتعرضوا لانتقادات وتنمر. طيب على ذكر هذه النقطه، يعني لينا ذكرت الإعاقة بشتى تفاصيله، والإعاقة الحقيقية هي إعاقة التفكير اللي دائما بيكون سلبي تجاه أي يعني عمل في الحياة. فنتكلم عن الأدوار اللي بيقوموا بها الشباب حتى لو كانت عندهم بعض المشكلات المختلفة اللي ألمت بهم في حياتهم، لكن هم قادرين أن يواصلوا في الحياة. فبالتحديد الفئة ضعاف السمع، نتكلم عن أدوارهم اللي بيقوموا بها في المجتمع. الادوار بالمبان ضعف السمع ذاتهم؟ ايوه، يعني ادوار خيريه، مشاريع، حتى هم كمان مبدعين في مجالات ثانيه. في كثير، هسي عندي واحده مثلا معانا في الجروب اسمها ريهام عبد الله، دي مبدعه ما شاء الله بتاعت اعلام. وانا مبدع، عندي منظمه برضه في برتزان بتاع منظمه خيريه توعيه. انا نائب الرئيس. يعني اغلبيتهم الناس ضعاف السمع ذاتهم ما شاء الله نجحوا واجتهدوا. هل نوع التطوع اللي انتم بتقوموا به تجاه المشكله دي تحديدا، ولا في كافه المجالات في السودان يعني وغيره؟ في كافه المجالات. طيب انت طالب وين يا ياسين؟ في جامعه البحر الاحمر كليه علوم حاسب. علوم حاسب. من احلامك حاجات كثيره جدا جدا. داري نعرف شوي كده، افصح لنا عن كتاب الاحلام، ادينا صفحه صفحتين منه. عسى ولعل انه يعني التكنولوجيا في يوم من الايام تكون عندها دور في انها تحل المشكله، عسى ولعل انه يكون معاكم طبيب من ضعاف السمع في يوم من الايام يلقى حل لهذه المشكله بتاعت السمع، ويكون حل عالمي ما على مستوى السودان فقط. يعني احكي عن شنو السمع. يعني انت من احلامك شنو قريت؟ ليه اخترت علوم حاسب تحديدا؟ انا ممكن اقول حلمي طب اسنان، يمكن الظروف خلتني اتجه انه اقرا علوم حاسب. قدام ممكن تحقق حلمك ده عادي. ما بعد ما تخرج بعدين بقرا ثاني حلم العالم. اشمعنى الاسنان؟ دي ممكن حاجة دي فينا، انا منكم دي فينا. بس نفسك تبقى طبيب اسنان من انت صغير رسمت الحاجه. ايوه بس بالضبط كده. طيب عبد الوهاب، يعني المبادره دي عشان تكون على ارض الواقع وتلقى حظها من الانتشار والقبول كمان بمساعده منظمات المجتمع المدني، الان محتاجين لشنو في خطوات؟ يعني اول شيء انا لسه انه الناس اللي معي في الجروب لسه يعني ناس بسط، داير انشر فيديوهات واوعي ثاني الناس اكثر عشان انه باقي الناس تتقبلهم. بعد باقي الناس تتقبلهم عندنا نسمي اسم للمجموعه المتفائلين دي، نعمل اسم منظمه توعيه، ثم بعد ده الدكاتره او المنظمات تساعدنا. نعم الدكاتره والمنظمات مطلوب انه يكون في مراكز متخصصه بتكاليف اقل، لان يمكن السماعات شويه سعرها عالي، يعني كثير من الناس الان بيعانوا من ضعف السمع وما لاقين سماعه. احنا شاكرين لك كثير جدا ياسين عبد الوهاب، مؤسس مبادره متفائلون او متفائلين على الفيسبوك، وان شاء الله نشوفكم شباب سوداني واعي وشباب سوداني متقدم بافكار حلوه وجميله، ما عشان تحل مشكله ضعف السمع بس، وانما عشان تحل مشكلات كثيره جدا في السودان. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. اسمع الفرصه.